الشوارع الرئيسية في منطقة حي الربيع الزراعية بجانب الكرخ من بغداد تشهد إكساء أكثر من 20,000 متر مربع بمادة الأساس القيري، لتتبعها عملية التبليط بالطبقة السطحية النهائية. فريق الجهد الخدمي والهندسي أكد أن المنطقة شهدت مد شبكات الصرف الصحي وخطوط الماء الصالح للشرب، فضلا عن إتمام القالب الجانبي لهذه الشوارع. هناك أعمال تمت لأعمال المجاري والماء والكهرباء من قبل الجهات الساندة اللي هي بلدية الشعلة ودائرة الكهرباء وأمانة بغداد، كلهم هنا حاليا هم ويانا قاعد تنجز هاي الأعمال. حاليا الأعمال اللي على الحجز الشعبي والجهد الخدمي لهيئة الحجز الشعبي اللي هي أعمال الترابية والسباس والأكساء، إن شاء الله مباشرين اليوم انتهت الأعمال اللي الطبقة الأولى للإكساء. أهالي المنطقة أكدوا أن شوارعهم عانت الحرمان والإهمال لفترات طويلة، وتحديدا موضوع إيصال الخدمات إليها، مؤكدين أن فريق الجهد الخدمي والهندسي ساهم بشكل رئيسي في إعادة الحياة إليها من حيث إزالة التجاوزات ورفع التعارضات والأنقاض والمخلفات التي كانت تحول دون دخول الآليات للعمل على إيصال الخدمات لمناطقهم. منطقة كانت تعبانة إذا درجة أنزل من الصفر، هسه صعدت نقول 80-90%. ما تطلع من باب البيت، تظل منا لما أنت بس يلا بس أسلم الله على الحشد وعلى السوداني. خنف الله عليكم وجزاكم ألف خير. نطلب بس مركز صحي والخدمات مالت المدرسة مال جهالنا. وتشهد المناطق الزراعية في جانبي بغداد الكرخ والرصافة حملة خدمات متكاملة وعلى صعد كافة، إذ يؤكد فريق الجهد الخدمي والهندسي استمرار إيصال الخدمات لهذه المناطق التي كانت تصنف محرومة وغير مخدومة، بدءا من البنى التحتية والأساسية والارتكازية وصولا إلى الخدمات الفوقية. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.